بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت يمكن حان باش السلطات العليا تشرع في محاسبة رؤساء الجامعات الرياضية، لأن كل 4 سنوات تتمشي إلا وقت نخرجوا زعما بدون أي ميداليات. فالإخفاقات الأخرى تاع باريس، واللي من غير ذاك فريق كرة القدم الأولمبي لكرة القدم اللي شوية هبط علينا ذاك الشمينو، إنما المشاركة ديالنا كانت جد 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 مخيبة للأمل. فباستثناء ذاك الميدالية الذهبية ديال هذاك بجهد الفردي، ماشي بشي تسيير ولا هذاك، ولكن جامعة كرة القدم هي خدامة الحمد لله، كان إنجازات نتاع فريق. يتمناه أنه إلا كان الخدمة وحسن التسيير في شي جامعة فتغطي الثمار ديالها. وها هو جامعة كرة القدم عطات فريق وطني نتاع قطر، عطات الفريق الأولمبي هو شرف المغرب، عندنا فوتسات، عندنا النسوي الفريق الوطني. إذن كاين عمل، إذن الجامعة اللي تخدم راه تقدم، كاين نتائج. وباستثناء هذه الجامعة وداك الميدالية نتاع السيد قالي اللي كانت بجهد فردي، فما عندنا حتى حاجة. إلا تشوف بأنه الجامعات كلها ما كاينش اللي عاطي ولي سنوات، وحنا مع انهم تيستافدوا من اموال الشعب. حل الوقت للمحاسبه بضربه المسؤوليه بالمحاسبه. هذا البند الدستوري فخصو يطبق، لانه صفر ميداليه في هذا، والمقياس المعيار ديال الدوله والإشعاع ديال الدولة راه تيجي من الألعاب الأولمبية. فالدول الكبيرة راه هي الولايات المتحدة، الصين، الشعبية، الإنجليز، هادو دول اللي إنها تاخذ الميداليات. راه الألعاب الأولمبية راه عندها واحد الرمزية في شكل، لأن الإشعاع معناه الدولة إلا كانت قوية راه تيكون الرياضة ديالها حسن التسيير في الرياضات، قطاع من جميع القطاعات. ولكن ملي تشوف مثلا المغرب راه دولة رائدة إفريقيا وعربيا، ولكن ملي تجي تشوف الرياضة ما عندهمش، لأن سوء التدبير نتاع الجامعات كاملين، ما كاينش استثناء إلا كرة القدم. وهذه المحاسبة وتنجيو تنشوفوا جامعة اللي هذا تقريبا أكثر من 16 عام، وبالعكس فماشي تجيب هذا واحد الجامعة، لأنه كانوا من ضمن طواف المغرب وفي سابقة في عالمية أنهم الدراجين ديال المغرب المغاربة داروا إضراب في طواف يقام في المغرب. وهذا يدل على أنه كان سوء التدبير. وما عرفتش أنا من مور هذه القضية نتاع أنه استأنفوا عاوتاني بقى رئيس الجامعة ومازال ما تعطيش، دابا ما تعطيش حتى الصعيد هذا الوطني. هما داروا طواف المغرب منظم من طرف المغرب، المملكة المغربية، والدراجين ديال البلاد دايرين إضراب. إذن كيف يعقل أنه يكون أنه تدبير ولا حسن التدبير من بعد في حوايج أخرى؟ سي العريشي وأحيزوني هادو منذ سنين هما متولين الجامعة نتاع جامعة القوى، والآخر جامعة يمكن ديال سميتو ديال التنس ولا هذا. اذا ما كاينش، المهم ما عطاوش هادو رؤساء الجامعات كلهم ما عطاوش، لانه كاين سوء التدبير وكاين وحال الوقت باش قضاه المجلس الاعلى للحسابات يتدخلوا، لان هذه ربط المسؤوليه بالمحاسبه. لان احنا كل 4 سنوات ننتظروا ونساو داك الخيبات ديالنا، ولكن حال الوقت، لان حسن التسيير نتاع الجامعة كرة القدم هي عطات النتائج ديالها، وهو معناه انه فالمغرب تيتوفر على موارد
بشريه مهمه باش يكون العالميه عند افرادها، لان خصهم غير حسن التسيير. المغاربه المستحيل ليس مغربيا، وهذا لان المشكله هي هذه. وانا تنقول تنعتبر بان الالعاب الاولمبيه فهي منطق الاشعاع العالمي، لانه راه ما تبقاش تقتصر على الرياضه ولكن تتعكس حسن التدبير في البلاد. اذا ملي تاخذ ميداليات عالميه راه تعطي لواحد القيمه اضافيه. ومن تنجيو تنشوفوا حنا اموال طائله تتصرف على الجامعات بدون طائله ولو ميداليه واحده، وهذه لسنوات. ودابا وهاد رؤساء الجامعات كلهم تما مركزين، انا ما عرفتش كيفاش، واش ما كاينش انتخابات ولا متفاهمين بيناتهم ولا الكعكه راه تيقسموها هكاك. اذا في هذه الحاله راه خص السلطات العليا تدخل، لان كافة من هاد الاستهتار وبهاد هذه النتائج المخيبه الامل، لان كلشي تعقد عليها الامن. كنت نتفرجوا كلشي تيتمنى انه يشوف العالم المغربي بمهزوز، ولكن هذا هو للأسف مع أننا تصرف أموال من أموال الشعب.